السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. عرفت راسي البنات خبرت عليكم، ولكن والله البنات الا الله غالب، كنحاول باش هكا نكون اجور معكم، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن كي كيقولوا. كنت في لابيستين وقتلني الظهر ديال بصح، عرفتي هذا الويكند ما كنتش كنتحرك، اليوم غير بزز، وانا من النوع اللي نموت وما ناخذش الدواء. عاد حاجه عندي ناخذ الدواء، اليوم درت ليها غير واحد البوماده، حبست البنات مع جرى جلدي، داكشي علاش حبست، ولا بوزيسيون فين حط الكاميرا شاده حتى لهنايا. المهم كي قلت لكم ودرت واحد البوماده، عاد سولاج ليا شويه الظهر، وجهي ضربه فيا الشمس، عرفتي هنا 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 طاب، ومازال شنو نفعني ناري، عرفتي تندور على لي بنك كاع لي كيشي خاسرين ولا تلقاوهم خاويين. غير دخل حيت الكاميرا. كي قلت لكم البنات صافي ديال لا سانتور باش ما يبدا عاوتاني تات، قلت لكم البنات صافي، عاد شويه هو وجهي دابا غيبان لكم شويه، ما علي، درت الخيار، درت هذا سميتها يا ربي لالوي فيرا، هي اللي بردات لي شويه حيت حطها عندي في الثلاجه بارده، هكا درتها، درت الماسك ديال الخيار على وجهي، عاد شويه برد، مع العلم انني كنت كل شويه تنعاود لك خو، ولكن انا عندي لابو ديالي خايبه، يدي ما نعاودش ليكم شدها، نتوما كيبانوا ليكم شدات فيهم الشمس ديال بصح. المهم عاد خارجين، البارح اللي خرجوا بناتي انا ما كديتش البارح نتحرك، واليوم عاد خارجين قضينا واحد الغرض هنايا في السلام، دابا تنقلبوا على لي بنك كاع لي كيشي، يا اما تتلقاوهم خاسرين ولا خاويين. ايوا صافي غادي نمشيو نتغداو، باقي كاع ما تغدينا. والمهم هانتوما معايا، الا كاين ما زعما ما نبارطاجي معكم غادي نبارطاجي. بالنسبه للغدا مازال ما عرفناش فين غادي نمشيو نتغداو اليوم، الحيت الدنيا كلشي تتكون عامره. المهم غادي نشوفوا شي بلاصه، انا الصراحه ما كرهت شي حاجه هكا مشويه، هي اللي بغات ليا خاطري. المهم نشوفوا البلاصه اللي غنلقاوها شويه خاويه غادي نمشيو نتغداو فيها. هانتوما معنا، اخر لحظه قررنا ان نمشيو لدار شويه، وفعلا هي لا جينا، اول مره انا غنمشي عندهم، ديما زعما كنقولوا غنمشيو وتا كنصدقوا كنبدلوا البلان. بالنسبه لاول حاجه سيرفيس عندهم غزال بزاف بزاف بزاف، سلاد خدينا سلاد نيسواز با مال ماشي شي حاجه، مي لي بلا عندهم زوينين. انا خديت هاد بلا غرياد ديال الكفته، دايرين هاد الخضيره هنايا كيف ما كتشوفوا، كاين التنجال، كاين البصله، كاين الكورجيت مقليين بنانين، وراجلي خدا طويجين هكا صغير ديال الكبده مشرمله، حتى هي غزاله ما عندي ما نقول. الخبز ديال تفرنوت عندهم طوب. بون البنات جيت لاسواق السلام، خاصني هاد لي بلوك ديال لافيسيل، كاينين هادو زويونين، شحال كنت قلبت عليهم، دايرين 7 دراهم، شفتوهم هادو هما اللي كنت بغيت فاش كنت بين ندير صرغينه للضياف، الساعه ما لقيتهمش. وتقدروا هكا تبريزونتي فيهم ميم الديسير ديالكم بحال شكل فيغين، تيجيو فنيونين، ولي سلطات دايرين لهم هنايا 7 دراهم، ولكن ما غاديش نديهم معايا راجلي ونهزهم، غادي يزيد يخليني، ما كاينش شي حاجه دو سبيسيال. كاينين هاد القريعات هادو عجبوني، سورتو لو بري ديالهم 20 درهم، ولكن بانوا ليا من دابا وبدات تطر ليهم الصباغه، غسلها جوج غيمشي، وكنت بنديهم زعما على حساب الزيت للكوزينه غيجيوني. بون كي قلت لكم ما كاينش شي حاجه حيت جيت غير الاسواق السلام ديال طالبرج، حيت هو اللي جا في الطريق ديالنا، راجلي راه هو هرب خلاني شافني دخل جيت المعنى هو يهرب عليا، وانا كندور هنايا دست غير نهز قرعه الماء، لقيت الصوص ديال لي زويتر او صلصه المحار، وهادو بجوج انا مجرباهم. هادي شفتوا هادي دايره 23 درهم، وهادي 18 درهم، وفي لوغو هادي ديال 18 احسن بكثير من هادي، هادي فيها واحد لوغو غزال بزاف، انا ننصحكم بهادي واخا رخيصه، يعني دائما ماشي تبقاو تبعوا الغالي. شوفوا هاد السوبور ديال الكوردون عجبني الشكل ديالو، غير مالوغوزمون اللون اللي فيه ما غاديش يجيوني، ها هما كاين في داك
هاد البلو هذا بلو سيل، وكاين في هذا غزال الشكل ديالهم. كي قلت لكم ما بقاوش الاول، كاين هاد البارفان هادي بلوتو هاد البوجي هادي بال نايت ان مراكش زوينه، هادي احسن من هادي دبالي. كاين هاد التيفيزور الشكل ديالو زويون، هي لو بري شويه زايد 40 درهم، صغيورين زويونين، فيهم هاد اللون وهاد اللون. سينون كاينه هاد البوجي هادي حتى هي الشكل ديالها زوين. كانت الوجهه ديالنا بغينا شي جلسه هكا حتى البحر، فاختارينا اننا نطلعوا، جيت هكا تغازو تدوك النواحي، وفي الطريق قررنا اننا نوقفو فري تشيز. كانت فيها البليسه زوينه هاد البلاصه صراحه، انا كنجينا ولكن هاد البلاصه ملي ردت ليها البال باكو اللي غادي نصور لكم من بعد. المهم هادي كانت قريبه للبحر، يعني بحال قلتو كتلبسو من وسط الناس، غير نتوما جايين شويه الفوق كتحسوا راسكم بحال جالسين في البحر. داك الصوت ديال الماش كتسمعوه، الصوت ديال الريح. وهاد البلاصه هادي بالضبط هي اللي قلت لكم ما عمرني ردت ليها البال انا واش كاينه جليسه فيها غزاله بزاف. ها هي البلاصه اللي صورت لكم اللي كتبان لكم لتحت، هي اللي كنت صورت لكم في الاول. من بعد فاش نيت كنصور درت هكا وهي تبان ليا هاد البلاصه، وانا نقول الراجل شفتي ماما عمرنا ردينا ليه البال وحنا نتحولوا ليه. وفعلا كانت فيه الجليسه زوينه بزاف، ولكن للاسف كان شويه الريح مازال هنايا ملي كنا جالسين. كوميم واخا كاين الريح ما كاينش داك العجاج، يعني ما كطلعش ليك ديك الرمله وهاد البحر. الجليسه كي قلت لكم زوينه، دوك الالوان اللي دايرين في الفراش الوان هكا كيعطوك واحد عاطين واحد الجماليه للسباس فين جلسنا. للاسف البنات هاد الفيديو كنا مجمعين معكم شحال ضحكنا فيه، ولكن بحكم انه كان الريح، كان الصوت ديال الريح قوى من الصوت ديالنا، يعني ما كيتسمعش مزيان اشنو كنقولوا. مهم بالنسبه للجلسه هنايا كانت غزاله بزاف، واخا خسرا غير داك الريح اللي كان كتير شويه، مي كتبقى بلاصه زوينه نقيه ولقيناها ما عمرش بزاف. ما عرفتش واش غير بحكم انه كان الريح داكشي علاش، ولا وصراحه فين ما جيت لها انا كنلقاها ما عمرش بزاف، لان حتى الطريق ليها ما معروفاش بزاف، الناس ما عارفينش منين يدخلوا ليها، يمكن داكشي علاش. المهم جليساج زوينه حتى الاثمنه في المتناول، وهانتوما شوفوا غير من الفولار ديالي كيبان لكم كيتحرك، وحتى الكاميرا ما خلاهاش البرد كيحركها، كان واحد البرد سيختو دابا هنايا في هاد اللقطه هادي تحرك البرد ديال بصح نيت. الشيء اللي خلانا ما نجلسوش، نضنا صافي ديك الساعه اضطرينا اننا نوضو مع بدات الرمله كتطلع علينا. صافي حنا نضنا قهرنا العجاج، ها نتوما شوفوا الجو كي داير، عرفتي تقلبات الدنيا تقلبات بخطره الله يحفظ، ولات الدنيا كتبان لكم بيضاء. هانتوما شفتو الجو كي ولا، عرفتي دوك الجبال وداكشي كتبان لكم الدنيا ولات بيضاء. تقهرت، جاب الله دايره نضادر، وانا عرفتوني ما عنديش ما نضادر. الله يرقي. ايوا صافي بغيت غير نوريكم شتو الدنيا بيضاء بيضاء، شفتو عند الجبال هي غيبان لكم. عرفتي فولاري ما هو فولار، شتي عينيا صافي عمرو بالرمله. واش سروالي سروالي هكا كيبان لكم الفرتيت ديال الرمله، حتي راه بلاتي نوريكم الرايه باش تشوفوا الشاده ديال الريح. هانتوما شفتو واش يبان لكم الشاده ديال الريح اللي كاين، شوفوا غير الباش ديال التريبورتور كي تيطرفوا الرايه، حتي واحد الجو خايف تقلب الله يحفظ بخطره. تيبان لكم الباراسولات طيرهم البرد بعدا، ما بقاوش هادوك ما بقاوش زاكيين. تحرك العجاج كلشي عباد الله اللي كانوا في شي قنط نزلوا. انتم كنصور لكم هنايا ديك الطريق اللي جايه من تغازوت مبلوكيه، وهنايا حنايا لتحت جيت المرسى. ما فهمتش انا جلسوا حتى قربت حتى الصيف حتى الوقت الزحام، وقت هذا عاد جاهم كيصيبوا الطريق ديال الترام في اكادير
وفي البلاصه اللي كيكون فيها الضغط في هذا في كيكون فيها نيت لومبوطياج في من الطريق مسرحه فما بالك. دابا هانتوما عرفتي واحد الضغط على الطريق واحد الضغط على الطريق واحد الروينه كاينه هنايا في هذه البلاصه. الناس اللي طالعين سواء التغازوت او لا غادي جيت لاكوت او لا الطريق الحي المحمدي راه مبلوكيه حتى هي بزاف. ما فهمتش انا الله يهديهم وصافي. عادي نجي للدار البنات باش ناخذ البنات نمشيو عند ماما. بطبيعه الحال جبنا لهم نتغداو هما الاول وجلا لي الكونتاكت ديال الطوموبيل ديالي انا عند بالي كان في الصاك. صافي كنقول راجلي صافي طاح ليا ليا ودي راه ما يمكنش يطيح لك وما تشوفيش. كنقول لي لا راه ما كاينش انا كنت مخليها في الصاك عندي. صافي شحال وانا تنقلب ما لقيتوش الشمس قلت لكم ما لقيتوش قلبنا في الطوموبيل والو ما كاينش. حتى دخلت للدار وانا نتلاقاه ولا قلت لكم فين تلاقيتو تموتوا بالضحك. فاش جبت لي بنتي الصاك طاح وطاح ما بين في هذا فوق لولي ما بين المطلة ولا طيت دولي. انا غير جيت نقلب تما قلت لك ما مني جات بنتي تمت لي الصاك طاح فوق لولي وهذا غير قصت المطلة وانا نسمع الصوت ديال الخرشيش حيت كان طاح ليا هو وصلت الخدمه ديالي. داكشي علاش سمعتو غوزمون اللي كان مع دوك الصوارت ولقيتو. داكشي اللي عطلني صافي البنات لبسوا حوايجهم غادي نمشي دابا غادي نطلع على ماما ما شفتهاش هذا الويكاند هذا. يلا غادي دابا عندها نطلع عليها نشوف نقص معها شويه وعاد ديك الساعه نرجع للدار. ايوا جبت البنات انا وماما قلت لها يلا تحركي شويه رجلك كاينه هنايا واحد الساحه فين تزكى الناس اللي تزكى اللي غيعرفوها سميتها ساحه السعاده. دايرين فيها واحد البارك هكا د الالعاب ودايرين كاينين صحاب شمي على د 5 درهم وهذا. حركنا شويه رجلينا ومن هنيت البنات لعبوا شويه في هاد الالعاب وعاد ديك الساعه مشيت رحت للدار. البنات دخلت والله الا عييت. المهم مشيت كشفت وصورت لكم مشيت عند ماما مشيت انا وياها تما لديك الساحه هي وجارتها خالتي السعديه كنمشي عليها تحيه. مشيت ديت البنات تما ديك الساحه ديال السعاده لعبوا شويه بالحق لعبات غير كي قلت لكم لعبوا شويه. صافي مشيت للدار عند ماما ما نتيتش الطوموبيل الثاني غير رجلي تسنيتو حتى جا ليا. المهم دابا دخلت غادي نشوف نقدر نمشي ندير شي كيكه بالنسبه للغدا حتى للفطر الصباح وعندي كفتايه غادي نسوقها مع شويه ديال كاين هنايا كنت مع الخشيش هاد البلاصيكو فيها العسل ولا البسكوي حطيتهم في هذا وسواق السلام وكيخشش فيها سكر. شتو ها هو شتو كيخشي راسو تيخشش مع كيوطا على البسكوي. هادي الصبيه يلاه طلعتها جبتها من لافاج شتو كينطفى عليا راه هو اللي دار لي هاد الفضيحه هادي. اوبس يا شحال عزيز عليا مازال كيلبس انا دابا ينقز عندي. المهم كي قلت لكم البنات صافي بالنسبه لهذا ها هو جاي بالنسبه لي كابسول اولا لي طابليت ديال لا فيسيل خديت هادي فعمرني صراحه جربتها. هذه هي بنت لي دالمان ودايرين فيها واحد الحاجه اللي فهمت فيها هادشي كامل وهو الفوسفات ما فيهاش الفوسفات. قلت نجربها هي ديال الحامض فيها 30 وحده كنت دايره شي كدا 50. المهم انا غالبا كناخد لي زوينين لي طابليت اللي جربت اللي ما خصنيش نجرب لحد الساعه هي ديال فيري ديال فيري غزالين غير هو الثمن شويه طالع يعني شي كدا 80 درهم. كناخد ديال كازينو حتى هما مزيانين يمكن واش 40 حبه بشي 50 درهم 45 درهم. المهم كازينو كتلقاها غير في مرجان ما كنتش جيت مرجان دخلت لاسواق السلام تلاقيت هيا بسمرت تلاقيت هادي دايره كدا 50 سير جلست سكاي تلاقيت هادي فيها 30 وحده دايره كدا 50. المهم خديتها هاد البوجي هادي عجبني الديكور ديالها غنحطها هنا نيت في الصالون فوق هاد الطبله هادي وحده اللي بقات واخا مهزوزه شويه من هنايا معليش ريحتها زوينه فاني ريحتها هادي بوحده اللي بقات خديتها كنت دايره شي كدا 40 راه صورتها لكم في الفيديو ما بين كدا 40 و 50 درهم. هادي ديالهم نيت ديال ما عرفتش ديال فين المهم ديال لافرونس دايرين فيها الريحه ديالها ديال ميسك بلون جاتني ريحتها بحال الفاني
وهذا البنات هذا ما عمرني جربته، هذا لادوسيسون ديال اللي كيخلي ريحه زوينه في الحوايج. هذا واحد صاحبتي اللي شكراتو ليا معايا في الخدمه، زوينه ريحته. هي 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 سكاي بلاتي تنساليو الفيديو ونلعبو. قلت لكم هذا شكراتو ليا واحد صاحبتي، فيه الفورما الصغيره وفيه الكبيره، ولكن على الثمن اللي قالت لي يمكن هذا بشي 25 درهم. هي خداتو غير عند صحاب الهري، انا تلاقيتو بشي كدا و30. المهم خديتو غير باش نجربو الزوين، كنت بغيت ناخذ لافورم صغيره ما لقيتهاش. المهم غنجربو ونرد عليكم البنات هاد الدرسي. صافي غادي نمشي دابا، اول حاجه نحيد هاد المكياج. واخا البنات راه عفتوني على مكياجي، ما كنجيش لا فوندو تا لا والو، فقط عندك الكريم ايدراتون هذيك ما كنهضروش عليها، لكن بين خرج كنجل الكحول ديالي، كندير الروج علي كحل وماسكارا، يعني ما كنجل لا فوندو تا ني بودغ ني بلوش ني بالنسبه عندي فرصه على ديك البلوش كندير غير داك البينيتانت. وبزاف منكم البنات في اخر فيديو فاش درت معكم لا روتين ديالي قلتوا لي عافاك فين خديتي هذاك البينيتانت، هذاك البنات راه غير دايره انا في ديك القريعه. البينيتانت راه كنت صورته معكم، غتلقاو في واحد الفيديو راه كاين، ما عقلتش على اش من فيديو بالضبط فاش درتو. المهم راه في العنوان كاين مورد الخدود، هاد تلقاوها في العنوان. لا نحاول لا تفكرت غنخلي لكم لونيا في لاباغ دافور، راه تلقاوها عندي هذاك صايبته لي في الدار ساهل، وراه شفتو لي في ديالو صراحه هذيك القريعه راه صدقت قسمها مع شحال من واحد وباقي فيها الخير والبركه، كيعطي لي في ديالو زوين، وهو اللي دايره اليوم بالحق هادشي كيبان لكم نتوما راه غير البرونزاج ديال لابيسين. المهم شي قلت لكم بدل حوايجي ونشوف اش ندير في الكوزينه.